السلام عليكم مريد الأعزاء، يعطيكم مليون ألف عافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله مادة الفاينل ببشركم إنها كثير لطيفة، وهاي المحاضرة كمان كثير كثير لطيفة وممتعة. بس فيها هلأ فيها شوية حفظ اللي هي أسماء الإنزيمات، بس بشكل عام هي ممتعة. بس تفهموها راح تنبسطوا إن شاء الله. تمام، أنا شوي تأخرت عليكم بصراحة بمحاضرة 12، بس بدكم تعذروني بصراحة عشان امتحاناتي. أول ما خلصت من امبارح بلشت لكم بالمادة دايركت. إن شاء الله راح أحاول كله ينزل مع بعض، يكبر بعض. 12 بعدين 13 بعدين 14، وطارق أساسا بلش قبل ب 15، 16 اليوم راح ننزلها، و17. تمام، فراح نختم لكم إن شاء الله بأقرب وقت. أوكي، هلا عنوان المحاضرات بشكل عام لأن راح أشرح لكم إياها، أكيد أنتم عارفين اللي هو الليبيد. أوكي، واليوم تحديدا خص نص عنوان محاضرتنا هو الفاتي اسيد سانثيسيس. هلا كلمة سانثيسيس اكيد انتو عارفين انها هي شو معناها، اللي هي معناها انزيم تصنيع. شو تصنيع شو بالضبط الفاتي اسيد؟ للناس اللي ما بتعرف شو هو الفاتي اسيد، خلينا نحكي لكم اول شي شو هو الفاتي اسيد. اول شي الفاتي اسيد هو عبارة عن كاربوكسيل جروب مرتبط فيها بكون شو هيدروجين تشين. تمام، هلا الوضع الطبيعي انه يكون في عندي هون 16 كربونة، وبكون في عندي هون شو اللي هي هاي الكربوكسيل جروب، يعني المحصلة انهم يكون عدد الكربونات عندي قديش 16. اوكي، فهذا الاشي كيف احنا بنصنع، كيف احنا بنصنع هذا الفاتي اسيد، هو هذا عنوان محاضرة اليوم. جدا اشي ممتع. هلا بصراحة انا كله رح اشرح لكم اياه انا بطريقتي مش من السلايدات. لا يعني رح اشرح بطريقتي بعدين نجي على السلايدات، فهمتوا كيف؟ لانه الموضوع بده شوية تخيل. بس مبدئيا هيك اول صفحة كونه مقدمة هيك، خلينا شو اسمه، خلينا يعني نقرأ شوي هون وافهمكم شو مكتوب بالمقدمة، بعدين رح نبلش نشرح كيف بتصنع الفاتي اسيد. هلا اول شي بالانترودكشن شو بحكولنا؟ بحكولنا اول شي احنا متى بنصنع الفاتي اسيد. بكل بساطة لما انت تاكل كتير. هلا لما يجي الاكل تيجي الكربوهيدرات، يجي الجلوكوز يروح على الكريبس سايكل ونصنع طاقة. هل هذا الاشي نهاية كل الجلوكوز اللي بتدخل على الجسم؟ الجواب انه لا، صح؟ هلا ايش طبيعي انه انت ما رح تصير سوبرمان اذا ضلتك تاكل كل يوم، صح؟ يعني مش رح تضل تصنع طاقة طاقة طاقة، لا، في ليمت معين رح تبطل بعديها انت شو تصنع طاقة، وراح يصير زي ما تحكوا الجلوكوز يدخل ويتحول لفاتي اسيد مش لأي شيء تاني. تمام، يعني ما راح يتحول لأي تي بي او زي هيك. تمام، فهذا هو الحالة اللي راح يتصنع فيها عندي شو الفاتي اسيد. هلا الاف اي هو اختصار فاتي اسيد، فبكون ان الفاتي اسيد متى بيتصنع؟ when there is calorie excess in diet، لما تكون انت كتير كتير عم تاكل جلوكوز ودخلت كتير كالوريز على جسمك، هون جسمك ببطل يحولها ل ATP، لا بصير شو؟ بصير يحولها لدهون، بصير يحولها لفاتي اسيد، فانت شو بتصير ناصح. اوكي تمام، هلا بيحكوا لنا ان تصنيع الفاتي اسيد هذا احنا شو بنسميه؟ دينوفو فاتي اسيد سنثيسيس. شو يعني كلمه دينوفو؟ دينوفو بنقدر نحكي معناها من العدم، هيك 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 ترجمتها الاصح يعني. او هون الدكتور بيحكي لنا نيو، يعني اشي جديد ما كان موجود قبل. فاحنا هون مش انه كان في فاتي اسيد صنعناه او يعني او عدلنا عليه او زي هيك، لا لا لا، هون احنا من الزيرو بلشنا بناء من الزيرو، فهمتوا كيف؟ هلا رح ناخذ ان شاء الله طريقه هلا خلال المحاضره، يعني رح تفهموا كيف انه احنا من الزيرو بنبلش نصنع هذا الفاتي اسيد اللي هو طويل. هلا اوريتكم صورته، هذا احنا حبه حبه بنبلش نصنعه، فعشان هيك احنا بنسمي صناعته دينوفو فاتي اسيد سانثيسيس. هلا في غير هذا الاشي؟ طبعا في انه شو، انه انت اساسا تاكل الفاتي اسيد، يعني تاكلوا اكل فاتي اسيد مصنع وجاهز، هذا خيار ممكن يكون موجود. بس احنا ما لنا دخل بفاتي الاسيد اللي بدخل اساسا على الجسم فاتي اسيد، لا، احنا هون بنحكي عن انه والله دخل عندي جلوكوز وانا دخلته سلسله طويله اللي اليوم احنا رح ناخذها اللي هي بتصنع فيها الفاتي اسيد، هذا شو بسميه؟ دي نوفو فاتي اسيد سانثيسيس. اوكي تمام، هلا شو الوحده البنائيه للفاتي اسيد؟ هذا طبعا رح ينشرح بالتفصيل، بس مبدئيا اعرفوها انه هو الاسيتيل كو اي. هلا بحكي لكم يعني خلال الشرح رح تشوفوا كيف انه الاسيتيل كو اي هو الطوب اللي انا رح ابني فيه شو هذا زي ما تحكوا الفاتي اسيد. اوكي، والناتج النهائي عندي اللي هو الفاتي اسيد انا شو بسميه؟ بسميه البالميك اسيد. فالبالميك اسيد هو
زي ما تحكوا الاندي برودكت، اللي انا برضو كمان ممكن اعتبره انه هو هذا الفاتي اسيد اللي طلع عندي. شو هو؟ هو البالميك اسيد. ممكن كم كربون بتكون؟ زي ما حكينا 16 كربون. وهدول الكربونات شو اهم خاصية فيهم؟ انهم هم بيكونوا ساتوريتد، يعني ما بيكون في عندي ولا اي دبل بوند بهذا المركب. فهذا انا بقدر، هذا شوفوا هو هذا شوي في كربونات زيادة سيبكم منهم، بس الفكرة انه انتم اعتبروهم، تخيلوهم انهم هم 16 وحدة، تمام؟ وكلهم هايهم زي ما انتم بتشوفوهم بيكونوا شو ساتوريتد، ما بيكون في عندي دبل بوند. وبرضه كمان شو، سيبكم من الدبل بوند هاي بالكاربوكسيل جروب، ما انا دخل فيها، احنا عم نحكي عن هون عن الهيدروجين تشين. وبرضه كمان اشي كتير كتير مهم انه هو شو، انه والله هذا المركب اول ما يطلع شو بكون اسمه؟ بالميك اسيد، بالميتيك اسيد. اوكي، فالبالميتيك اسيد هو نفسه زي ما تحكوا الفاتي اسيد اول ما يخلص تصنيعه. عشان هيك احنا بنحكي انه البالميتيك اسيد هو الاند برودكت، اللي هو نفسه شو، هو نفسه الفاتي اسيد. اوكي، بس يعني الفاتي اسيد ايش احكي لكم، ممكن انا اعمل عليها موديفيكيشن، اطولها اقصرها، يعني شوفوا زي هون اكثر مثلا من 16 وهكذا. بس احنا عم نحكي انه اول ما يطلع من المصنع، خلينا نحكي شو بكون اسمه، بالميتيك اسيد. بعدين ممكن اصلنا عليه بجميع الاحوال رح يضل اسمه فاتي اسيد، بس اللي بيطلع بكون عدد، يعني الاولي هذا اللي بيطلع، فهمتوا كيف؟ اللي بيطلع الاولي هذا انا شو بسميه؟ بالميتيك اسيد. هلا في ممكن لقدام انا امسك هذا البالميتيك اسيد اطوله اقصره، كلهم الطوال والقصار واللي عمل فيهم تعديل كلهم بالاخير بصفي اسمهم فاتي اسيد عادي، كلهم فاتي اسيد. بس هذا اللي اول ما طلع من المصنع شو كان اسمه؟ بالميتيك اسيد. هلا طب انا شو في شغلات ممكن احتاجها عشان اصنع فاتي اسيد؟ المقادير، مقادير الطبخه شو هم؟ بكل بساطه الناد بي اتش، الناد بي اتش يعني انتم لشو بتتخيلوا رح ممكن نحتاجه؟ بكل بساطه هي الاتش اللي عليها رح نصير ناخذها ونحطها بالتفاعلات. اوكي، برضو كمان رح احتاج اي تي بي، في عندي شغلات رح تحتاج هلا شو، اي تي بي تفاعلات بدها طاقه عشان تصير. وبرضو كمان رح احتاج البيوتن، هذا عشان يحمل لي مين؟ السي او 2، تمام؟ سي او 2 كثير رح احتاجه. هلا بنعرف بشو احنا رح نحتاجه. اوكي تمام، فمبدئيا احنا بس بدنا هيك ناخد فكره عن الموضوع، انه انا لما اكل كثير الجلوكوز رح يتحول لدهون، تمام، اللي احنا شو بنسميها اللي هم الفاتي اسيد. وهذا التصنيع بيكون دي نوفو زي ما حكينا، يعني بيكون من الصفر احنا بنبلش نصنع. الوحده البدائيه الطوب اللي رح يبني الفاتي اسيد هو الاسيتيل كو اي، بيكون في عندي الاند برودكت اللي هو بيكون 16 كربونه، بيكون فاتي اسيد، تمام. شو اسمه هذا الفاتي اسيد؟ اسمه البالميتيك اسيد، فهمتوا كيف؟ تمام. هلا بيحكوا لنا ان البالميتيك اسيد not the only one but the most common product، نفس ما حكيت لكم الفاتي اسيد كتار، ماشي، كلهم فاتي اسيد. هلا بس هذا اللي بيكون 16 وبكون هو اللي اول ما يطلع من المصنع شو اسمه؟ بالميتيك اسيد، ماشي. اوكي، وهون زي ما حكي انا رح نحتاج هدول المركبات عشان انا اصنع فاتي اسيد، تمام، رح احتاجهم. وطبعا مين رح احتاج معهم؟ اكيد كمان الاستيل كو اي اللي هو زي ما حكينا الطوب اللي انا رح ابني فيه الفاتي اسيد. فتمام، هدول خليهم عندكم. هلا بس نبلش نحكي كيف احنا بنصنع، رح نرجع لهم نحكي كل واحد شو بنستفيد منه. هلا خلونا نكمل برضه هون، هون بصراحة بتضلها مقدمة لسه، إنه بيحكوا لنا عن هاي الطريقة شو اسمها اللي هي لينينز باثوي، مين اخترعها؟ واحد اسمه الفيدر لين، تمام، وهذا أخذ جائزة نوبل. أوكي تمام، هلا بيحكوا لنا إنه هذه العملية، عملية تصنيع الفاتي أسيد وين بتصير؟ سيستول، تمام. هلا الجلوكوز باي جلايكوليسيس رح يتحول بالسيستول لبايروفيت، ثواني، لا معناها انا ما عم بحكي عن الفاتي اسيد سينثيسيس، انا لسه عم بحكي عن الجلوكوز. هلا الجلوكوز ماله ممكن يعني بتصير عمليه الجلايكوليسيس وبتحول لبايروفيت وين؟ بالسيستول، مش جوا الميتوكوندريا. هلا البايروفيت رح يتحول لاسيتيل كو اي جوا الميتوكوندريا، يعني هون احنا ما عم نحكي عن الفاتي اسيد سينثيسيس ولا شيء، احنا عم نحكي معلومات انتم اساسا عارفينها، انه البايروفيت بيكون اول شيء بالسيستول، بعدين بيروح جوا الميتوكوندريا بتحول لاسيتيل كو اي. طب انا شو بهمني يعني هذا الحكي؟ بكل بساطه احنا مين اللي بتهمنا؟ الاسيتيل كو اي، لانه الاسيتيل كو اي حكينا هي الطوب اللي انا رح ابني فيه شو؟ اللي انا رح ابني فيه الفاتي اسيد. اوكي
تمام. طب هاي العملية، عملية تصنيع الفاتي أسيد، وين بتصير؟ جوا الميتوكوندريا ولا برا الميتوكوندريا؟ الجواب بكل بساطة هو برا الميتوكوندريا. وين؟ جوا السيتوسول. فأنا في عندي أسيتيل كو إيه جوا الميتوكوندريا، والمصنع والتصنيع برا الميتوكوندريا. فأنا هلا بدي أشوف طريقة أطلع فيها الأسيتيل كو إيه من جوا الميتوكوندريا لبرا الميتوكوندريا لعندي السيتوسول، عشان أنا تساعدني هي بتصنيع الفاتي اسيد. طبعا هذا الموضوع هلا رح نشوف كيف بصير، بس مبدئيا انتو بس اعرفوا انه اول شيء الجلوكوز بتحول لبايروفيت بالسيستول، بعدين البايروفيت بتحول لاستيل كو اي، والاستيل كو اي بتضلها وين؟ جوا الميتوكوندريا. بعدين رح نطلعها مره ثانيه على السيستول عشان تصنع لي فاتي اسيد. هلا رح نشوف كيف رح تطلع. اوكي، بس هلا هون احنا بس مقدمه، هيك الدكتور بيحكي لنا معلومات عامه. اوكي تمام. هلا بيحكوا لنا انه الاستيل كو اي اللي طلعت بالاخير معاي هاي مالها، بيحكوا لنا انه احنا هي هاي طلعت من الجلوكوز واحنا راح نستفيد منها بتصنيع الفاتي اسيد. اوكي طيب حلو. شو كمان بيحكوا لنا؟ وين بيتم تصنيع الفاتي اسيد؟ زي ما حكينا اكسترا ميتوكوندريا، يعني مش جوا الميتوكوندريا. طب وين؟ بالسيتوسول. ماشي، هي سيتوسولك سيستم. ماشي، فما تنسوها هاي، كتير 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 نقطة مهمة، يعني هلا راح كتير نحكي نقاط عليها. انه وين هذه العملية بتصير؟ بتصير جوا السيتوسول، ماشي، يعني برا الميتوكوندريا. هلا ممكن يصير شغل تاني جوا الميتوكوندريا او جاي او جوا الاندوبلازميك ريتيكولم، اللي هو الميتوكوندريال سيستم والمايكروزومال سيستم، بس هدول ما لنا دخل فيهم ابدا، هلا انسوهم تماما تماما، ولا حتى تفكر فيهم. هذول ان شاء الله راح اشرح لكم اياهم ببارت 2، بس اشي بصراحه ما تفكروا فيه هلا بالمره، راح ينشرح بالتفصيل ببارت 2. اوكي، بس بشكل اساسي تصنيع الفاتي اسيد وين بيكون؟ بيكون جوا السيتوسول وذاتس ات. اوكي تمام. هلا هاي المعلومه احنا اساسا شو حكيناها فوق، انه هذا الاكسترا ميتوكوندريال بايوسينثيسيس اللي هو وين بيكون موجود؟ بيكون موجود بالسايتو سول. هذا شو ماله؟ هذا بكل بساطه احنا بنسميه دي نوفا سنثيسيس اوف فاتي اسيد، وحكيناها هاي. تمام اوكي. تاني معلومه شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه مش احنا حكينا انه الاند برودكت هو شو؟ هو البالميتيك اسيد اللي هو بيكون يتكون من 16 كربونه، بيكون كلهم ساتوريتد، والطوب اللي انا بنيت فيه هذا البالميتيك اسيد، هذا الفاتي اسيد، شو اسمه؟ اسمه استيل كو اي. معلومات حكيناها من بدايه الفيديو، احنا بنحكي وبنعيد وبنزيد فيها. تمام. هلا وحكينا كمان شغله مهمه، انه انا البالميتيك اسيد هو الاشي الرئيسي اللي بيطلع، بس ممكن يصير عليه موديفيكيشن، ممكن اطوله بدل ما هو والله 16 كربونه، لا تلاقوه صار 20 مثلا، او صار 15، او قصرته، او بطل ساتوريتد، وهكذا. فهمتوا كيف؟ فانا البالميتيك اسيد هو الاشي الرئيسي اللي بيطلع، بس ممكن يصير عليه موديفيكيشن، ممكن يبطل بالميتيك اسيد. هلا هو بجميع الاحوال فاتي اسيد، بس تحول لفاتي اسيد تاني. فهمتوا كيف؟ فبيحكوا لنا انه all other fatty acid are made by modification of palmitate. هلا بدكم تعرفوا شغله، انه البالميتيت هو نفسه البالميك اسيد. تمام. فبيحكوا لنا اي فاتي اسيد بيجي من موديفيكيشن للبالميتيت، يعني اي تعديل على البالميتيك اسيد بيطلع لي فاتي اسيد تاني، هذا انا شو بسميه؟ هذا الفاتي اسيد بسميه ستيم فاتي اسيد. فهمتوا كيف؟ فنعيد سريعا، اهم فاتي اسيد عندي هو مين؟ هو البالميتيك اسيد اللي هو نفسه البالميتيت. اذا صار عليه اي موديفيكيشن، اذا تغير اي تغيير، طولته، قصرته، عدلت بالبون تاونه، كل هذا الاشي انا بسميه انه هذا صار فاتي اسيد جديد. شو بسميه هذا الفاتي اسيد الجديد؟ ستيم فاتي اسيد. اوكي تمام. هلا طب شو هي الاورجنز بالجسم؟ شو هي الاعضاء بالجسم اللي ممكن يصير فيها تصنيع الفاتي اسيد؟ بكل بساطه هم الليفر هو اهم واحد، الاديبوز تيشو اللي هي النسيج الدهني، تمام، البرين اللي هو المخ، لاكتيتنج ميمبري جلاند اللي هي زي ما تحكوا الغدد بتاعت الرضاعه اللي بتكون عند الفيميل. اوكي، هدول كلياتهم ممكن يساهموا بتصنيع شو؟ الفاتي اسيد بالجسم. اوكي هلا هدول احنا بنسميهم ميجر سايت، لانه هم كثير رئيسيات وكثير بتم تصنيع فيهم الفاتي اسيد بشكل كبير. تمام. واهم وحده مين؟ الليفر. هلا في وحده يعني بتصنع فيها الفاتي اسيد بس كثير قليل، اللي هي مين؟ اللي هي اللنج، اللي هي الرئه. فانا بسميها ماينر سايت، يعني مش بشكل رئيسي بصير فيها. تمام. ف بس يعني هي هذه. هلا خلونا نحكي بصراحه، بدي اشرح لكم انا كيف بتصير عمليه التصنيع. تعالوا مع بعض اشرح لكم اياها، بعدين بنيجي بنقرأها من هون، قراءة بتحسوها صارت كثير سهلة. شوفوا معي هلا، اول واهم نقطة هي
انه انا في عندي شو، في عندي هاي الخلية، تمام؟ هاي هي الخلية، وفيها شو، فيها هاي اللي نحطها بلون تاني، اللي هي شو، اللي هي هاي الميتوكوندريا. هلا هاي الميتوكوندريا زي ما حكينا انه الاسيتيل كو اي، هاي ده رمز بحرف الاي، اسيتيل كو اي هو جواها. هلا عملية التصنيع المفروض انها هي تصير جو برا، واحنا شو بدنا نطب الاسيتيل كو اي؟ حكينا الاسيتيل كو اي هو الطوب اللي انا بدي استفيد منه، اني انا شو بدي اصنع شو اسمه، بدي اصنع الفاتي اسيد من وحدات بنائيه صغيره اللي هي الاسيتيل كو اي. فانا بجمع اسيتيل كو اي فوق اسيتيل كو اي فوق اسيتيل كو اي، فبصنع هيك الفاتي اسيد. فعشان هيك انا الاسيتيل كو اي كثير بيهمني اني انا اطلعه من الميتوكوندريا. طيب هلا لو نرجع للكريبس سايكل هيك نكبر شوي، بنلاقي انه الاسيتيل كو اي كانت موجوده بالميتوكوندريا، صح؟ صح. طب شو كنت انا اعمل فيها؟ كنت ادمجها مع الاوكزالو سيتريت والاستيل كو اي مع الاوكزالو سيتريت، شو يعطوني؟ ماده السيتريت، صح؟ صح. فالسيتريت هاي لو انا اصنعها السيتريت، بنلاقي لها هيك شو تشانل على الميتوكوندريا، ممكن السيتريت هي اللي تطلع، فهمتوا كيف؟ فانا شو اسمها الاسيتيل كو اي ما بيقدر هو يطلع من الميتوكوندريا. انا تحمست، اوكي. هلا الاسيتيل كو اي لحاله ما بيقدر هو شو يطلع من الميتوكوندريا، بس هو ممكن السيتريت هو اللي يطلع. فانا شو بروح بعمل؟ ولا اشي، بكل بساطه بس بجيب هون شو الاسيتيل كو اي اللي انا اساسا بدي اطلع، بروح شو بدمج مع الاوكزالو سيتريت، فهيك شو بطلع عندي ماده السيتريت. السيتريت هاي هي اللي بطلعها برا الميتوكوندريا، تمام. فانا بالاخير هاي السيتريت عندي هون شو، هاي شو، هاي سيتريت، هي بدي ارمز لها بحرف السي انها هاي سيتريت. طب انا السيتريت شو بدي فيها؟ انا بدي الاسيتيل كو اي. فبترجع السيتريت بتتفكك، شو بتعطيني؟ بتعطيني الاسيتيل كو اي، وبتعطيني بدي ارمز له حرف الاو اللي هو الاوكزالو سيتريت، تمام. هلا الاوكزالو سيتريت هذا انا شو بدي فيه؟ بدي فيه، صح؟ فخلص بحكي له حبيبي خلص انت شطور، ارجع على الميتوكوندريا، تمام. بصير له تفاعلات وبصير له قصص وبصير له مش عارف شو، وبالاخير شو برجع بدخل على الميتوكوندريا. هلا وهو داخل على الميتوكوندريا ما لكم دخل فيه كيف دخل، تمام. المهم انه هو شو دخل على الميتوكوندريا وخلصنا منه، اوكي. هلا انا مين المهم عندي هون صار؟ هو مين؟ هو الاسيتيل كو اي، انه انا بالاخير شو طلعته من جوا الميتوكوندريا. لوين طلعته؟ على السيتوسول. وهون شو بكون السيتوسول اللي هو شو السيتوسول اللي هو زي ما بتحكوا المكان اللي راح يصير فيه عمليه تصنيع الفاتي اسيد. فهذا هو اهم شيء تكون انتم فاهمينه، انه كيف طلع الاسيتيل كو اي من الميتوكوندريا. خلينا نعيدها سريعا. اول شيء حكينا هو اساسا كان جوا الميتوكوندريا، هلا جينا على الميتوكوندريا جينا نفكر كيف ممكن نطلعه، رحنا دمجنا الاسيتيل كو اي مع الاوكزالو سيتريت واعطينا شو سيتريت. فالسيتريت هذا له باب خاص فيه من الميتوكوندريا بيقدر يطلع، فطلعنا مين؟ طلعنا هذا السيتريت. السيتريت بس طلع رجع تفكك، تمام، لأوكزالو سيتريت. الأوكزالو سيتريت رجع على الميتوكوندريا، والأسيتيل كو اي هو هذا اللي أنا هلا راح أحتاجه بتصنيعي للفاتي أسيد. هلا نفس اللي حكيناه هلا على الرسمة، بدنا نرجع هون شو، بدنا نرجع هون نعيده. هلا بحكوا لنا starting point يعني نقطة البداية of the nova synthesis is acetyl CoA. ماشي، بكل بساطة بيحكوا لنا إنه starting point نقطة البداية تصنيع الفاتي أسيد هو إنه أنا يكون بالبداية عندي شو إلى acetyl CoA. من وين أنا بدي أطلعه؟ هيو formed in mitochondria اللي هو بتصنع بالميتوكوندريا. أنا المهم إنه هو موجود عندي شو بالميتوكوندريا، فأنا لازم شو أطلعه. فبيحكوا لنا إنه inner membrane not freely permeable to acetyl CoA، غشاء او جدار الميتوكوندريا ما بيسمح للاسيتيل كو اي تطلع لحالها. فشو هون العمل؟ بيحكوا لنا سو هاو اسيتيل كو اي ترانسبورتد تو سيتوسول، كيف بدي اطلع الاسيتيل كو اي؟ بكل بساطه بيحكوا لنا انه احنا بنروح بنحوله الاسيتيل كو اي بندمجه مع الاوكزالو سيتريت، وشو بنحوله؟ لا سيتريت، تمام. هلا السيتريت بيطلع من الميتوكوندريا براحه، ليه؟ له باب خاص فيه، هيك بس باب للسيتريت. احنا شو بنسميه الباب تاع السيتريت؟ اسمه التراي كاربوكسيليك اسيد ترانسبورتر، تمام. فالتراي كاربوكسيليك اسيد ترانسبورتر هذا هو اسم الباب الخاص بالسيتريت اللي بيطلع منه برا الميتوكوندريا على السيتوسول، اوكي، تمام. هلا طب بعدين السيتريت خلص طلع برا،
هي زي هون لما طلع الستريت برا شو رح يعمل بالسيتوسول؟ رح يتحول لأسيتيل كو اي ولا وكزالو سيتريت صح؟ هيها هون بيرجع بيحكولنا اياها، بيحكولنا انه السيتريت هي انسايتوبلازم لما يطلع برا هو هيو السيتريت رح يتكسر لا وكزالو سيتريت اند اسيتيل كو اي، بيرجع شو بتفكك. اوكي هلا الاوكزالو سيتريت انا هاد ما بدي اياه صح، بدي ارجعه على الميتوكوندريا صح، فبيحكوا لنا اوكزالو سيتريت ريتيرن تو ميتوكوندريا، رح يرجع على الميتوكوندريا لاني اساسا انا ما بدي اياه. كيف رح يرجع؟ از مالات اور بايروفيت، يعني بصير له تفاعلات بتحول لمالات او لبايروفيت وبالاخير شو خلص بدخل على الميتوكوندريا، ما بيهمني كثير يعني هذا الاوكسالو ستريت. انا مين بيهمني؟ اللي بيهمني هو الاسيتيل كو اي اللي ضل عندي بسيتوبلازم. اوكي هاي في عندكم هون شوية صور للتوضيح، بس انتو يعني لو فهمتوا هاي الصورة كتير ابداع. اوكي انه بس انا كان في عندي هون هذا اللي هو الاستيل كو اي كان جوا الميتوكوندريا، طلعت برا على سيتوبلازم على عن طريق اني بس حولته لسيتريت، بعدين سيتريت رجع اتفكك. هي بس هذا الموضوع بكل بساطة. فانتو هيك باعتبار هاي الصفحة اللي هي بس كانت عن انتقال الاستيل كو اي من جوا الميتوكوندريا للسيتوسول، المفروض شو خلص وضحت بالنسبة لكم. الصور هذول يعني زيادة للي بحب مثلا يشوفهم. اوكي هلا في شغلة مهمة انه هذا الاشي كله اللي احنا حكيناه شو اسمه؟ اسمه سيتريت شتل. فشو هو السيتريت شتل؟ هو بكل بساطة القصة اللي احنا حكيناها، كيف انا بطلع الاستيل كو اي بس اني بحوله لسيتريت والسيتريت بتفكك وهي القصص تمام. بس هذه انا شو بسميها السيتريت شتل. فهلا بس اسمعوا كلمه سيتريت شتل ما تستغربوا، هي نفسها طلعت السيتريت وتفككها لاستيل كو اي واوكزالو سيتريت تمام. هلا في عندنا هون بيحكوا لنا كي فاكتس اباوت فاتي اسيد سانثيسيس، يعني في عندي هيك حقائق فقرة هل تعلم، بدنا نشوفها هلا عن موضوع الفاتي اسيد سانثيسيس قبل ما نشوف خطوات تصنيعه تمام. فهي في انا عندي هون ستيبس، في عندي هون الخطوات هلا بشوفهم، بس قبل ما نشوف احنا الخطوات لازم اول شيء شو بدنا نعرف اكمل حقيقة عن التصنيع هذا تمام. اوكي زي ما قلت لكم اعتبروها فقرة هل تعلم. اول فقرة هل تعلم شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الفاتي اسيد سانثيسيس تصنيع الفاتي اسيد وين بصير؟ بالسيتوسول، نعرفها تمام. هلا بيحكوا لنا انه الناد بي والناد بي اتش، هي الناد بي اتش تحت، هدول احنا بنستخدمهم كو انزيم ريدوكسو اللي هي هاي يعني اكسيدو ريدكتاز، يعني ايش احكي لكم. هلا هم بيحكوا لنا ريدوكس رياكشن، يعني بكل بساطه تفاعلات تاكسد اختزال، بدي اخذ اتش بدي اعطي اتش، مين الكو انزيم اللي بيساعدني؟ يا اما الناد بي او الناد بي اتش حسب انا بدي اعمل تاكسد ولا اختزال تمام. فهاي معلومة كتير مهمة انه هو بيصير بالسيتوسول، والكو انزيم اللي انا هون بحتاجه هو يا اما ناد بي او يا اما ناد بي اتش تمام. اذا انا بدي اعمل اختزال بستخدم ناد بي اتش، اذا بدي اعمل تاكسد بعمل شو؟ ناد بي تمام. اوكي هلا بيحكوا لنا انه الستريت شتل، شو هي الستريت شتل؟ يعني بكل بساطة هي طلعت يعني قصة طلعت الأستيل كو اي من الميتوكوندريا. هلأ هاي هي الستريت شتل is responsible for moving أستيل كو اي from ميتوكوندريا to cytosol، هذه المعلومة احنا بنعرفها خلص حكيناها وعدناها وزدناها انه الستريت شتل هي اللي طلعت لي الأستيل كو اي برا تمام. اوكي هلا بيحكوا لنا شو كمان؟ بيحكوا لنا انه الناد بي اتش is an important coenzyme for de novo fatty acid synthesis. ماشي نفس ما حكيناها، حكينا فوق الناد بي مهمة والناد بي اتش برضه كمان مهمة حسب انا شو بدي اعمل تاكسد ولا اختزال. اوكي طيب انا من وين صنعت اساسا الناد بي اتش؟ يعني من وين جبته اساسا؟ الجواب هو انه انا من وين جبتها؟ شايفين الاوكزالو سيتريت لما رجعت على الميتوكوندريا؟ هلا هي هون رح ناخذ عنها معلومتين. اول اشي انها هي استخدمت انزيم شو اسمه؟ مالك انزيم تمام. هلا ان شاء الله رح نقرا هاي المعلومه. فمالك انزيم هذا هو اللي بيرجع الاوكسالو سيتريت على الميتوكوندريا. تاني معلومه عن الاوكسالو سيتريت انه هو راجع مش بصير له شويه تفاعلات، منها رح ينتج عندي شو؟ الناد بي اتش. فالناد بي اتش من وين بينتج؟ بينتج من رجعه الاوكسالو سيتريت على الميتوكوندريا تمام. فنعيدهم سريعا انه الاوكسالو سيتريت هاي بدها ترجع على الميتوكوندريا تمام. هلا هون رح يصير لها شويه يعني تفاعلات وقصص، رح ينتج منهم الناد بي اتش اللي هي اساسا ضروريه لتصنيع الفاتي اسيد تمام، وبرضه كمان اللي رح يدخلها شو اسمه؟ انزيم اسمه مالك انزيم. اوكي هدول معلومتين كثير مهمات هلا رح نقراهم. هيهم اول شيء بيحكوا لنا انه المين سورس اوف ناد بي اتش
هو شو هو البنتوز فوسفيت باثوي، هاي ما إلا دخل فيها، ومفروض انتو اخذتوها قبل يعني، فهمت كيف؟ ما إلا دخل فيها هيها، وهي برجعوا عادولنا هون انه البنتوز فوسفيت باثوي هاي بتصير بساتوسول، بس احنا هاي ما إلا دخل فيها. هلا احنا مين اللي دخل فيها؟ هي الفاتي اسيد سانثيسز. فهون المعلومه المهمه انه الناد بي اتش اجت من وين؟ من عمليه تصنيع الفاتي اسيد سانثيسز، من يعني هي اجت من زي ما حكينا رجعت الاوكسالوسيترات على الميتوكوندريا. فانا هون بعتبرها انها هي زي ما تحكوا طلعت، او انه هي الناد بي اتش هاي خلينا نحكي من وين اجت؟ من رجعت الاوكسالوسيترات على الميتوكوندريا. فعشان هيك انا بحكي انها هي تصنعت خلال عمليه تصنيع الفاتي اسيد، تمام؟ طبعا هي رح تستهلك برضه كمان عمليه تصنيع الفاتي اسيد، اوكي تمام. بس هلا بيحكوا لنا انه مالك انزايم، هيو مالك انزايم ذا رياكشن هيلب تو ترانسفير سيتوبلازمك اوكسالوسيترات تو ذا ميتوكوندريا. هذا هو اللي ترانسفير يعني بينقل من السيتوبلازميك اوكسالوسيترات، الاوكسالوسيترات الموجود بالسيتوبلازم لوين بيوديه؟ بيوديه جوا الميتوكوندريا، تمام؟ فهو بيمسك الاوكسالوسيترات بيدخلها جوا الميتوكوندريا. شو اسمه؟ اسمه مالك انزيم، اوكي تمام. هاي هون التفاعل، يعني مش كتير بلزمكم، بس هو هون بيوريكم كيف انه انا صار في عندي شو عملية تصنيع الناد بي اتش، اوكي؟ بس مش مهم يعني، مش مهم تفهموه يعني، فهمتوا كيف؟ اوكي هلا بيحكوا لنا انه في شغلة كتير مهمة. هلا مش احنا حكينا انه الطوبة، هلا هاي طبعا انتوا رح تفهموها ان شاء الله يعني بالتفصيل، بس انتوا هلا افهموا علي علشان هاي الجملة. هلا اول شيء احنا خلص يعني صرنا عارفين وحكينا انه الطوب اللي انا بعمل فيه الفاتي اسيد شو اسمه؟ اسمه اللي هو الاسيتيل اوكي كو اي، تمام؟ فالاسيتيل كو اي هذا هو بكل بساطة اساسا هو شو؟ هو عبارة عن زي ما تحكوا سي وسي، يعني حبتين كربون، تمام؟ فانا كيف بصنع الفاتي اسيد؟ بصير اني يعني اركب اسيتيل كو اي فوق بعض، فهمتوا كيف؟ هي هذا الموضوع بكل بساطة، تمام؟ فهو الموضوع هيك بكل بساطة، مش هم 16 حبة كربون، أنا بصير أجي بأستيل كو اي أركبها فوق أستيل كو اي فوق أستيل كو اي وهكذا، تمام؟ بس أنا لما بدي أبلش ببلش مع مين؟ ببلش مع مركب أنا شو بسميه اللي هو المالونيل كو اي. شو هو المالونيل كو اي؟ هو عبارة عن ثلاث ذرات كربون. يعني بكل بساطة أنا بس أمسك الأستيل كو اي وأضيف عليه كربون الثالثة، شو بيصير اسمه؟ المالونيل كو اي. هي هذا الموضوع بكل بساطة. فأنا أعيد سريعا إنه أنا كان في عندي أساسا شو؟ أسيتيل كو اي، تمام؟ أسيتيل شو؟ أسيتيل كو اي. الأستيل كو اي هاي أنا ممكن أضيف عليها كربون، شو بيصير اسمها؟ المالونيل كو اي، فهمتوا كيف؟ فأنا المالونيل كو اي هي عبارة عن هي ثلاث حبات كربون، فالثلاث حبات كربون هدول بصير أركبهم فوق الأسيتيل كو اي، فهمتوا كيف؟ فالمالونيل كو اي هاي أنا بركب فوقيها أسيتيل كو اي، فبصير هيك أجمع كربونات هاد مع كربونات هذا، وبصير عندي تصنيع الفاتي أسيد. رح ناخدها بالتفصيل، بس هلا أنا بس بدي أحكي لكم بس يعني المغزى من كل هذا، تعرفوا لي شو هو المالونيل كو اي؟ المالونيل كو اي هو بكل بساطة هو نفسه الأسيتيل كو اي، بس لما ضفت عليه كربون. فالأسيتيل كو اي فيه تنتين كربون، أما المالونيل كو اي فيه ثلاثة كربون، والاثنين هدول زي حبات الليجو، بصير أركبهم فوق بعض وشو؟ وأبني فاتي أسيد من 16 حبة كربون، فهمت كيف؟ هلا رح ناخذها بالتفصيل، بس أنتم بس شو عرفوا لي إنه المالونيل كو اي كتير نفسه تقريبا الأستيل كو اي، بس أنا شو ضفت عليه كربون زيادة، تمام؟ وبصير أركبهم فوق بعض. فهون شو بيحكوا لنا؟ أوكي، إنه إيه هيو انه انا كتير مهم عندي يكون شو المالونيل كو اي اللي هو بيكون يتكون من 3 سي. شو يعني 3 سي؟ يعني انه تلت حبات كربون، تمام؟ هي the building block for fatty acid synthesis is مالونيل كو اي اللي هو شو بيكون من تلت حبات كربون، تمام؟ اوكي فكيف بتصير عملية التصنيع؟ اني انا بصير امسك هذا المالونيل كو اي وبصير كل سايكل اضيف عليه حبتين كربون قبل ما يصير بالاخير عندي قديش؟ 16 حبة كربون، فهمتوا كيف؟ يعني أنا ببلش أول شيء ثلاثة، ماشي؟ هلا الثلاثة يعني هلا رح تشوفوا كيف؟ رح يفقدوا واحد ويصيروا اثنين، بعدين كل مرة بضيف عليهم اثنين، فبصيروا هون عندي قديش صاروا أربعة، الأربعة بضيف عليهم كمان اثنين بصيروا ستة،
ستة بضيف عليهم كمان اثنين بصير ثمانية قبل ما يصير شو 18. بس أنا بلشت أول إشي مع مين؟ مع الثلاثة اللي هي مين؟ الملانين الكوئي، وصرت أضيف عليها اثنين. من وين إجت؟ الأسيتيل كوئي. فهمتوا كيف؟ هلا إن شاء الله رح ناخذها بالتفصيل، ما تنعجوا. بس المهم تعرفوا دي هلا شو هو الملانين الكوئي. فبيحكوا لنا إنه الملانين الكوئي هو الثلاث حبات كربون. أنا كل سايكل بضيف حبتين كربون زيادة على الملانين الكوئي. فهمتوا كيف؟ هلا رح نشرحها بالتفصيل خلال هذا الفيديو، بس صبركم علي ماشي. فبس يعني هلا هاي الجملة بصراحة تحديدا يعني تكملتها، بصراحة نهاية الفيديو رح تكونوا فاهمينها كثير منيح بعد ما نشرح سايكل طويلة. أما هلا بلاش تعجبكم، فكونا منها شوي تمام. ونفس الشيء اللي تحت بصراحة هدول بدهم حدا فاهم السايكل عشان يفهمها، فخلوني هلا اشرح السايكل بعدين اذا بدكم تطلعوا على هدول الجمل رح تلاقوهم صغار وكتير سهلات وبديهيات، بس انا ما بدي اشرحهم صراحة واحنا لسه مش ماخدين السايكل تمام. فخلص انتوا اعملوا عنهم سكيب، بس بيهمني تعرفوا انه شو هو الملن الكوئي. هو نفسه الاسيتيل كوئي، بس الاسيتيل كوئي حبتين كربون والملن الكوئي ثلاث حبات كربون. اوكي، بس هلا في عندي معلومة هون بدي اياكم تعرفوها، انه هلا مش احنا حكينا انه الفادي اسيد اللي بيطلع بشكل اساسي هو شو؟ هو بيكون 16 كربوني. طب ممكن يكون اقل، او هل ممكن انه خلص انهي العمليه مثلا عند عدد 10 وما اكمل؟ يس ممكن. وهذا الاشي وين اكثر شيء بيصير؟ بيصير بالميموري جلاند اللي هي شو؟ زي ما تحكوا الجلاند اللي موجوده عند البريست عند المراه المرضعه ماشي، اللي هو بيكون مسؤول عن تصنيع الحليب وما الى ذلك. فهدول الميموري جلاند بكل بساطه ممكن يصنعوا لي فاتي اسيد يكون شو اقصر من 16 تمام، اقصر من 16 كربون. ف لهون احنا يا اعزائي بنكون تعرفنا بشكل عام عن الفاتي اسيد، تعرفنا عن مصطلحات مهمه بتصنيع الفاتي اسيد. بس هلا بدي ابلش اشرح لكم خطوه بخطوه كيف انا هيك بصير اركبهم زي حبات الليجو فوق بعض شو علشان يتصنع زي ما تحكوا الفاتي اسيد هذا. هي اللي هم شو؟ اللي هم steps of de novo fatty acid synthesis. هلا بصراحة هاد بدكم تستعملوني، بدي اشرح لكم كل خطوة انا بعدين نرجع نقرأها شو من هون من السلايدات. اول اشي بدنا نعرف شغلة، احنا هون رح نحتاج كتير نفس ما حكينا فوق انه احنا طلعنا الاسيتيل كوئي تمام. فانا هون كتير كتير شو كتير رح احتاج مين؟ رح احتاج الاسيتيل كوئي تمام. هلا الاسيتيل كوئي هاي هي شو؟ هاي بكل بساطة هي عبارة عن هي واحد اثنين شو هدول اللي هم زي ما تحكوا يعني سلسلة بكون فيها كربونتين تمام. هلا هاي الاسيتيل كوئي هي الوحدة البنائية زي ما حكينا اللي بنعمل منها الفاتي اسيد، صح ولا مش صح؟ صح. هلا انا ممكن اعمل شوي عليها تعديلات واخليها اطول، بدل ما هي تنتين حكيناها قبل شوي حكينا انه احنا ممكن ما نخليها اسيتيل كوئي، ممكن نخليها شو؟ ملو نيل كوئي تمام. والمالونيل كوئي شو بتفرق عن الاسيتيل كوئي؟ انه المالونيل كوئي هاي بتكون فيها ثلاثة كربون تمام. فهذه هي اول خطوة انه انا الاسيتيل كوئي لازم جزء منه يتحول لمالونيل كوئي تمام. هلا هذا الاشي بيحتاج انزيم عندي هون، انا شو برمز له هذا الانزيم؟ بسميه اللي هو شو؟ اللي هو ال اسيتيل، اكتب لكم اياه، اللي هو الاسيتيل كوئي، ثواني شوي، كوئي شو؟ كاربوكسيليز. كاربوكسيليز ليش احنا بنسميه كاربوكسيليز؟ لانه هو ضاف كربوني شو على الاسيتيل كوئي وحولها لمالونيل كوئي تمام. فهاي هي اهم خطوه او اول خطوه خلينا نحكي عنا عشان نبلش تصنيع الفاتي اسيد، انه انا جزء من الاسيتيل كوئي بحوله للمالونيل كوئي تمام. هلا لما نروح على السلايدات رح نلاقيهم كاتبين هذا الحكي وزايدين كمان شويه عليه شغلات، زي شو؟ زي انه بحكوا لنا انه شايفين هذا الاسيتيل كوئي، هذا الاسيتيل كوئي كاربوكسيليز، هذا الانزيم هو يعتبر انزيم كتير مهم. ليش؟ لانه طالما هو مش موجود كل الفاتي اسيد سنتسيس كله كله مستحيل يكون موجود. عشان هيك انا بقدر استخدم هذا الانزيم بشغلة مهمة اللي هي شو؟ اللي هي اني انا اعمل كنترول على الفاتي اسيد سنتسيس. كيف؟ يعني انا اذا بدي ازيد تصنيع الفاتي اسيد سنتسيس بس شو بعمل؟ بس بزود شغل هذا الانزيم. شفتوا مثلا؟
طب لو بدي امنع تصنيع الفاتي اسيد بالجسم بكل بساطه بروح بثبط هذا الانزيم. فهذا الانزيم كتير زي ما تحكوا مهم بعمليه التنظيم. هذا انا اذا تتذكروا لما اخذنا الانزيمات اخذنا انه في نوع من الانزيمات احنا بنسميه اللوستيريك انزيم. اللوستيريك انزيم كان انزيم كتير 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 فيه شغله كتير مهمه، انه هو يستخدم لتنظيم العملية اللي هو بكون مشارك فيها. فهذا الاسيتيل كو اي كاربوكسيلاز احنا بنعتبره شو؟ بنعتبره اللوستيريك انزيم، يعني انزيم بيستخدم لتنظيم العملية. اذا انا ثبطته كل الفاتي اسيد سنثيسيس راح يتثبط، واذا انا نشطته عملية تصنيع الفاتي اسيد كثير راح تتنشط وراح يزيد كثير تصنيع الفاتي اسيد. تعالوا نقرأ مع بعض هذا الحكي. بيحكوا لنا انه اول شيء الستبس اوف دي نوفو فاتي اسيد سينثيسيس. اول خطوه بيحكوا لنا ذا انيشال ستيب اوف فاتي اسيد سينثيسيس بايو سينثيسيس انكلودينج ذا كاربوكسيليشن اوف اسيتيل كو اي تو برودوس شو مالونيل كو اي. كاربوكسيليشن يعني اضافه كربونه، فانا بعمل كاربوكسيليشن للاسيتيل كو اي اللي هو عنده تنتين كربون عشان يتحول لمالونيل كو اي اللي هو عنده شو ثلاث ذرات كربون. اوكي حلو. هلا هاي العملية شو بتحتاج؟ أهم إشي الإنزيم اللي هو إحنا شو بنسميه الأسيتيل كو إي كاربوكسيليز. تمام؟ طب برضه كمان شو رح نحتاج؟ أكيد البايكربونات. تمام؟ عشان هي اللي فيها شو ذرة الكربون. وبرضه كمان رح أحتاج البيوتين اللي هو بيحمل البايكربونات، ورح أحتاج الأم أن بلس تو. تمام؟ فما تنسوا هدول الأربع شغلات هم لما يتواجدوا بتزبط هيك عملية تفاعل تحول الأسيتيل كو اي لمالونيل كو اي. تمام؟ اوكي. هلا هون الفقرة هاي شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه انا نفس ما حكيت لكم هذا الانزيم اللي هو الأسيتيل كو اي كاربوكسيليز لما انشطه بنشط العملية تصنيع الفاتي اسيد كلها، ولما اثبطه بثبط عملية تصنيع الفاتي اسيد كلها. فبيحكوا لنا انه ريت ليميتنج ستيب اوف فاتي اسيد سينثيسيس. ايوه شو يعني هذا الحكي؟ انه هذا هو زي ما تحكوا اللي احنا يعني هو هذا الانزيم هو اللي بيمثل لي الريت ليمتنج ستيب. ماشي؟ انه انا هاي الخطوه اذا انا نشطتها بنشط كل التفاعل، واذا انا ثبطتها بثبط كل التفاعل. هذا هو المقصود فيها. تمام؟ فبيحكوا لنا انه ذا سلوست ستيب ان ميتابوليك باث واي اور سيريس اوف كيميكال رياكشن. هي هاي يعني اكثر واحده بتكون سيريس واكثر واحده بتكون شو يعني مهمة. ماشي؟ بيحكوا لنا which determine the overall rate of the reaction in the pathway. هي اللي بتحدد الريت تاع هذا التفاعل، يعني هل هو تفاعل سريع كثير ونشيط وكذا، ولا هل هو تفاعل كثير مثلا بطيء او تفاعل مثبط او هكذا. كل يعني كل عملية تصنيع الفاتي اسيد سينثيسيس كله كله مين اللي بحدده؟ هاي الخطوة اللي هي تحول الاسيتيل كو اي لمالونيل كو اي. اوكي؟ هلا بيحكوا لنا انه هذا الانزيم بيخضع لشو؟ للالوستيريك ريجوليشن، يعني ممكن انا اثبطه وممكن انا شو؟ لا والله يعني انشطه. تمام؟ يعني يا بنشطه يا بثبطه. ليه؟ لانه الالوستيريك ريجوليشن، الالوستيريك يعني انا ممكن اربط فيه ماده نشطه او اربط فيه ماده ثبطه. شو هي الماده اللي بتنشطه؟ بكل بساطه هي السيتريت. شو هي الماده اللي بتثبطه؟ اللي هي البري ميثايل كو اي. ما علينا، هذول ان شاء الله رح ناخذهم بعنوان خاص فيهم ان شاء الله البارت الثاني. تمام؟ الهم هيك اوريكم هم هذول عنوان لحالهم. ثواني اوكي اللي هو الريجوليشن، هيو ريجوليشن اوف دي نوفا سينثيسيس. في عندي هي السيتريت هو اللي بنشط، وهاي الماده هي اللي بتثبط. فهذا الاشي ان شاء الله ببارت 2 رح نشرحه. اوكي بس هم فوق هيك حكوا لنا اياه بس ذكر، فانتوا هلا اعملوا عنه سكيب. ان شاء الله ببارت 2 رح اشرح لكم اياه بالتفصيل. اوكي فبس لهلا احنا شو عرفنا؟ انه الاسيتيل كو اي تحول لمالونيل كو اي عن طريق هذا الانزيم اللي هو الاسيتيل كو اي شو كاربوكسيليز. تمام؟ هي هون التفاعل انه كان في عندي اسيتيل كو اي تحول لمالونيل كو اي عن طريق السي او 2 وكمان البيوتن الام ان 2 والاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. هذول الاربعه ساعدوا هذا التفاعل انه هو يصير. اوكي تمام. المهم بالمحصلة انه انا هلا اخر حكي كان انه انا صار في عندي شو مالونيل كو اي، وبرضه كمان بنفس الوقت في عندي لسه شوية استيل كو اي ما تحولوا لمالونيل كو اي. فانا في عندي استيل كو اي بس بنفس الوقت بكون في عندي شو مالونيل كو اي. هلا انا شو بدي اشرح لكم كيف احنا بنصنع الفاتي اسيد، وركزوا كتير 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 معي. تمام؟ اوكي. هلا اول شيء انا هون رح يكون عندي زي ما تحكوا انزيم. هذا الانزيم كبير كتير وفي منه اجزاء. هو مش انزيم، هو يعتبر كومبلكس مش انزيم. ها كومبلكس كبير بيكون زي ما تحكوا انه
ايش احكي لكم، كومبلكس كبير فيه اكثر من انزيم، فهمتوا كيف؟ فهذا بيكون زي ما تحكوا هيك كومبلكس، مثلا هم يعني بس كانوا يصوروه مثلا بال 3 دي يعتبر زي هيك اشي، فهمتوا كيف؟ هيك كومبلكس وعليه مثلا هون انزيم هون انزيم هون انزيم، فهمتوا كيف؟ فمثلا بيجي الاستر كو اي بيجي هون بعدين بيروح هون بعدين هيك، فهمتوا كيف؟ فهو كومبلكس كبير عليه اكثر من انزيم، وهدول الانزيمات بيساعدوا بعض لحتى بالاخير احنا نصنع الفاتي اسيد. حتى تستوعب الموضوع علي اكثر، احنا في عنا هذا الانزيم، هيا بدي امثل لكم اياه. انه انا شوفي عندي ثلاث مواقع، خلينا نحكي على هذا الانزيم، تمام؟ هاي ثلاث مواقع على هذا الانزيم، ركزوا معي. هلا اول موقع، تمام، هذا انا بسميه اللي هو الفيرست دومين، او مرات بسميه الكوندنسنج يونت، تمام. وتاني موقع عندي انا بسميه السكند دومين، او مرات بسميه شو، الريدكشن يونت. وتالت موقع عندي اللي انا شو بسميه الريليزنج يونت، اللي رح يطلع منه المركب بعد ما يصير جاهز، اوكي، الريليزنج يونت. طيب هلا شو رح يصير؟ انا في عندي هون اول شيء، خلينا نحكي قبل شو بصير، انا من شو بتكون عندي كل يونت. هلا اليونت الاول اللي هي الكوندنسنج يونت، وبرضه كمان اليونت الثاني اللي هي الريدكشن يونت، التنتين بيكون مرتبط في عندهم شو، بيكون مرتبط عندهم الاس اتش جروب. فهون في عندي اس اتش وهون في عندي اس اتش جروب. هلا اللي تحت مربوطه ببروتين شو اسمه، هي بدي احطه مثلا باللون الكحلي، خلينا نحكي بكون مربوط ببروتين شو اسمه، اي بي سي، اللي هو نفسه الاسيل كارير بروتين، تمام. فاحنا بنرمز له اي سي بي، خلص هو هيك، تمام، شو اسمه، اسيل كارير بروتين اي سي بي. اما اللي فوق هذا بكون مربوط بمجموعه احنا شو بنسميها، 3 كيتو اسايل سنتيز، تمام، اوكي. فاحنا هيك تعرفنا على هذا الكومبلكس اللي هو راح يصنع لي الفاتي اسيد. فبتقدروا انتم تشبهوه بالطنجره، اوكي. الطنجره هاي ممكن احنا هلا عم نتعرف عليها، انها هي بتتكون من 3 يونتس، في عندي الكوندنسنج يونت، في عندي الريدكشن يونت، وفي عندي الريليزنج يونت اللي بيطلع منها الفاتي اسيد بعد ما يجهز. هلا احنا بدناش الريليزنج يونت لانه هاي بس رح يطلع منها بعد ما يجهز، بنحكي عنها بعدين. اللي بتهمني اكثر هو يمين، هي الكوندنسنج يونت والريدكشن يونت. الكوندنسنج يونت والريدكشن يونت التنتين فيهم اس اتش جروب، بس الكوندنسنج يونت هاي بيكون مربوطه ب 3 كيتو اسايل سنتيز، اما اللي تحت اللي هي الريدكشن يونت هاي بيكون مربوطه ب اي سي بي، اللي هو زي ما حكينا شو، الاسهل كارير بروتين، هذا اسم بروتين بيكون مربوط هيك، تمام. فهذا هو الكومبلكس اللي انا راح اصنع منه الفاتي اسيد. طيب هلا تعالوا نقرا هذا الحكي مع بعض. بيحكوا لنا ان ذا فاتي اسيد سينثيسز، وين بيصير سينثيز اللي هو الفاتي اسيد سينثيز، يعني هذا هو اسم الانزيمات. بيحكوا لنا هو عباره عن مالتيبل انزيم كومبلكس، يعني هو كومبلكس كبير فيه اكثر من انزيم، تمام، اوكي. هلا بيحكوا لنا انه عدد الانزيمات اللي بتكون بهذا الكومبلكس هي 7 انزيمات، تمام، وعدد زي ما تحكوا اللي هم الاجزاء 3، او عدد اليونتس هم 3 اللي انا حكيت لكم اياهم. فانا كم يونت عندي؟ يونت 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 3 يونت، ماشي. طب كم انزيم بينهم بيكون هيك؟ بيكون في بيناتهم يشتغل يعني بهذا الكومبلكس 7 انزيمات، تمام. فهم 7 انزيمات و 3 يونتس. هلا خلونا نشوف هذا الكومبلكس اكثر. بيحكوا لنا انه this system exists as multi enzyme complex، نفس ما حكينا هو عباره عن كومبلكس، multi enzyme complex يعني كومبلكس فيه اكثر من انزيم. هلا بيحكوا لنا انه هذا كيف بيتواجد بشكل عام، يعني هو بيكون موجود وين؟ بالسيتوسول، صح 100%. طب كيف بيكون متواجد؟ هل كل كومبلكس هيك لحاله؟ لا، بيحكوا لنا كل اثنين كومبلكس بيكونوا ماسكين بايد بعض وماشيين. فهو بيحكوا لنا انه the active form is dimer، يعني بيكونوا اثنين ماسكين ببعض، هي composed of two identical monomer opposite to each other، بيكونوا اثنين هيك كل اثنين ماشيين مع بعض بالسيتوسول، تمام. هذا هو الاكتيف فورم منهم، بيكونوا اثنين هيك قبال بعض وشو عم يشتغلوا، ماشي، اوكي. هلا بيحكوا لنا انه it is polypeptide containing three domains، زي ما حكينا اللي هم 3 يونت وكمان شو 7 انزيمات، نفس الحكي اللي احنا حكيناه.
هلا مش احنا حكينا انه الكوندنسينج يونت اللي هي كانت فوق بتتكون من شو؟ من اس اتش جروب، شو كمان؟ ال 3 كيتو اسايل سنثيز. اما اللي تحت اللي هي كانت شو؟ اللي هي كانت الريدكشن يونت، بتتكون من الاي بي سي مع الاس اتش جروب، تمام؟ فهي هاي بس، انه اللي فوق اللي تحت اللي هي الريدكشن يونت بتتكون من اي سي بي و اس اتش جروب. اما اللي كانت فوق اللي هي كانت شو؟ اللي هي كانت الكوندنسينج يونت، كانت تتكون من 3 كيتو اسايل سنثيز ومجموعة اس اتش جروب، تمام؟ اوكي، هذا بالنسبة لتركيبتهم. نفس الحكي اللي هون هي اللي انا حكيته هو اللي مكتوب هون، اوكي؟ وهي هون بيعرفونا على 3 يونتس اللي هي الفيرست دومان والسكند دومان والثيرد دومان. هلا الأولى اسمها كوندنسينج يونت، الثانية اسمها ريدكشن يونت، والثالثة اسمها ريليزنج يونت. هلا اوكي، هلا بصراحة أنا ما بدي أعجئكم فيهم انه كل واحدة شو وظيفتها هلا، بس زي ما تحكوا بس نقرأ وبس نشوف الشغل اللي رح يصير بالترتيب رح تعرفوا كل واحدة شو وظيفتها، بس ما بدي اعجبكم فيهم هلا. بس المهم هلا شو انكم تعرفوا انه هذا من شو بتكون. بتكون هو بكون كومبلكس، كل كومبلكسين بكونوا ماشيين ماسكين ايد بعض، تمام؟ هو بتكون من 3 دومين، وبكون يتكون من 7، يعني بيناتهم بكون في 7 انزيمات، فهمتوا كيف؟ وهم 3 يونتس اللي هم الكوندنسنج يونت، الريدكشن يونت، والريليزنج يونت، تمام؟ وحكينا كل واحدة فيهم يعني من شو بتتكون، اوكي؟ هلا خلونا شو؟ هلا خلونا ننزل هيك وشو ونشوف الخطوات اللي راح يتصنع منها الفاتي اسيد، يعني بعد ما خلص تعرفنا على المركب والكومبلكس والانزيمات نشوف هلا ترتيب الاحداث. طيب هلا هي هذا هو الكومبلكس اللي انا راح يكون كل شغلي وين؟ كل شغلي راح يكون فيه. هلا ما تنسوا شغله انه احنا شو؟ احنا صنعنا مالونيل، وبرضه كمان في عندي اسيتيل، فخلونا ننزل تحت ونشوف شو رح نعمل. رح نربط، هي بدي الونه باللون الاخضر فوق عند الكوندنسينج يونت، رح نربط شو؟ اسيتيل، تمام؟ هي في عندي هون شو؟ في عندي هون الاسيتيل كوي، تمام؟ وتحت بدي احطه باللون الاورنج عند الريدكشن يونت، رح اربط شو؟ رح اربط اللي هو المي، هي المي المالونيل كوي، تمام؟ فانا فوق ربطت اسيتيل كوي وتحت ربطت مالونيل كوي. طيب حلو. هلا اول اشي عشان يرتبطوا هون، رح يجوا يرتبطوا رح يحكي لهم هاد الكومبلكس ابعدوا عني. هلا الاسيتيل كوي والمالونيل كوي بحكي لهم ليش؟ بحكي لهم انا ما بحب الكوي هاي اللي معكم، اموها وتعالوا. ايوه، فاحنا بدنا نقيم الكوي. شو اسم الانزيم اللي رح يحول اللي يقيم الكوي؟ هذا بيكون اسمه ترانس سايكليز، تمام؟ فاذا كان هو اسيتيل فانا شو بسميه اللي هو، خلينا نكبر هيك، بيكون في عندي انزيم هون اسمه اسيتيل ترانس سايكليز، اوكي؟ ونفس الشيء المالونيل بيكون في عندي انزيم شو اسمه مالونيل، برضه مالونيل شو ترانس اسيليز. فانا هون في عندي شو؟ في عندي الاسيتيل كو اي صارت بس هيك اسيتيل من غير كو اي، ونفس الشيء المالونيل كو اي صارت شو؟ صارت مالونيل من غير مالونيل من غير شو؟ من غير كو اي. فانا نعيد سريعا شو عملنا. كان في عنا الاسيتيل كو اي بدها ترتبط وين؟ عند الكوندنسينج يونت، والمالونيل كو اي بدها ترتبط عند الريدكشن يونت. بيجوا يرتبطوا بيحكوا لهم لا ممنوع ترتبطوا هيك، قيموا الاسيتيل قيموا الكو اي اللي عليكم. فبنجيب انزيمات للاسيتيل كو اي، شو اسم الانزيم؟ اسيتيل ترانس شو؟ ترانس اسيليز. اما المالونيل بنجيب لها انزيم شو اسمه؟ مالونيل ترانس اسيليز، تمام؟ اسيتيل ترانس اسيليز اند مالونيل ترانس اسيليز. طيب هذا الانزيم بيحول لي الاسيتيل كو اي لاسيتيل لحال، والمالونيل كو اي لمالونيل لحال. ايوه حلو. هلا الاسيتيل والمالونيل كل واحد من شو بتكون؟ هذا بتكون من 2 كربون، وهذا المالونيل بتكون من 3 كربون. حلو. طب انا بدي اعمل مركب من 16 كربون، شو ببلش اعمل؟ بصير بدي ادمجهم مع بعض، فهمتوا كيف؟ ايوه. فعشان هيك خليني هلا شو، عشان ترتيب الافكار اول شيء نقرا اللي انا حكيت لكم اياه بعدين بنكمل القصه. بيحكوا لنا انه ستيب 2 هيكون في عندي شو؟ انزيمين اللي هو الاسيتيل ترانس سايكليز والمالونيل ترانس سايكليز. حلو.
بحكولنا انه اول شيء الاسيتيل كو اي رح تصير بدها ترتبط، تمام؟ رح تصير بدها شو ترتبط عند الاس اتش اللي هي شو الاس اتش اللي هي نفسها اللي حكينا اللي هي اللي فوق اللي هي كانت وين اللي عند الكوندنسينج يونت، فبدها شو ترانسفير بدها تتحول لشو لاسيتيل جروب من غير اسيتيل كو اي، يعني هي بتكون اساسا اسيتيل كو اي ترانسفير، يعني رح تتحول لشو لاسيتيل جروب، فهمتوا كيف؟ هذا الاشي شو اللي بيساعد فيه اللي هو الاسيتيل ترانس اسيليز، بس هي هاي فهمتوا كيف؟ انه كان في عندي اسيتيل كو اي تحول لشو سوري تحول لشو لاسيتيل جروب، ماشي؟ شو اسم الانزيم اللي ساعدني بهذا الموضوع؟ الاسيتيل ترانس سايكل ترانس اسيليز. اما بالنسبه للمالونيل، هاي المالونيل كو اي رح يصير بده يرتبط على الاس اتش جروب اللي عند الريدكشن يونت، فشو فبنروح احنا بدنا نحوله لمالونيل من غير كو اي، فبس شو بنستخدم هذا الانزيم اللي هو المالونيل ترانس اسيليز، تمام؟ بس هي في عندي هون كمان صورة لهذا التفاعل، انه انا كان في عندي اسيتيل كو اي عن طريق الاسيتيل ترانس اسيليز تحول لاسيتيل لحال، والمالونيل كو اي عن طريق المالونيل ترانس اسيليز تحول لشو لمالونيل لحال، والكو اي انفكت عنهم، اوكي؟ فشفتوا كيف ما 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 اجمل الموضوع، ما اسهله، كتير جميل وكتير لطيف. هلا هون احنا خلونا نكمل قصتنا. هلا هون الخلاصه انه انا الكوندنسينج يونت شو صار مرتبط معاها؟ احكوا لي انتوا، يلا احكوا لي، صار مرتبط معاها اسيتيل من غير كو اي، صح؟ اسيتيل، ماشي؟ طيب والريدكشن يونت شو صار مرتبط معاها؟ صار مرتبط فيها المالونيل من غير كو اي، مالونيل، تمام؟ حلو. هلا حكينا الاسيتيل هي عباره عن شو تنتين كربون والمالونيل ثلاثه كربون. طيب يلا اربطوا مع بعض، ما بربطوا مع بعض لانه ما في بينهم تجاذب، فانا بصير بدي زي اشي هيك يدفشهم يلحلحهم انه يلا يا واحد فيهم يعني مثلا يروح للتاني، مثلا يلا يا استيل انزل عند الملونيل مثلا، بس ما في هيك اشي، فاحنا لازم نعمل اشي نحفز الاسيتيل ينزل للملونيل. ايوه شو بعمل؟ بروح هاي الملونيل عن طريق CO2 شو بقيم منها كربونة، فهمتوا كيف؟ فأنا لما أقيم منها كربونة هذا الإشي رح يحفز الأسيتيل إنه هو ينزل عند المالونيل، فالمالونيل هون أنا رح أشطب منه شو كربونة، تمام؟ وشو بصير؟ بصير في عندي هون بس تنتين كربونة، وبعدين شو الأسيتيل بمسك حاله وبنزل عند المالونيل، تمام؟ فهاي الخطوة أنا شو بسميها؟ هاي الخطوة أنا بسميها اللي هي الكون condensation، تمام؟ فهاي هي خطوة ال condensation، تمام؟ اوكي هذا والانزيم اللي بيعمل هاي العملية احنا بنسميه condensing enzyme. هلا رح نقرأها بال شو اسمه بال يعني بالسلايدات، اوكي؟ وكمان له اسم تاني اللي هو ال 3 keto acyl synthase، تمام؟ فهي هاي انه احنا شو انه احنا في عنا هون مش حكينا انه الريدكشن يونت سوري هاي اللي فوق اللي هي الكوندنسينج يونت حكينا مش مرتبط بالاس اتش جروب اشي اسمه 3 كيتو اسايل سانثيز، فنفسه هو هذا اللي مرتبط بالاس اتش جروب اللي مرتبط بالكوندنسينج يونت هو اللي حفز لي هذا التفاعل، فهمتوا كيف؟ انه انا المالونيل كوئيت لا انه المالونيل اللي عندها 3 كربون تتحول لمالونيل عندها 2 كربون، قيمت منها كربون عن طريق السي او 2 فصار عندها 2 كربون، فهيك ال 2 كربون اللي عند الاسيتيل نزلوا عند ال 2 كربون اللي تحت عند الريدكشن يونت، فصار في عندي مركب شو 4 كربونات، فهمتوا كيف؟ فانا هيك ببلش اكبر المركب. نعيدها سريعا، كان في عندي شو اسيتيل كو اي ومالونيل كو اي، طيب بعدين الاسيتيل كو اي والمالونيل كو اي حولتهم لاسيتيل ومالونيل من غير كو اي، بعدين بدي احفزهم يلزقوا ببعض، بدي احفز الاسيتيل تنزل عند المالونيل، فقيمت من المالونيل شو ذرة كربون، فالمالونيل صفى في عنده تنتين كربون والاسيتيل تنتين كربون ونزلت الاسيتيل عند المالونيل واندمجوا مع بعض. هاي الخطوة انا شو بسميها؟ زي ما حكينا الكوندنسيشن. ومين اللي مسؤول عنها؟ الانزيم اللي عندي الكوندنسينج يونت اللي شو اسمه ال 3 كيتو اسايل سينثيز. حلو ولا مش حلو؟ يلا تعالوا نقراها سوا. هون بيحكوا لنا انه الخطوه هاي شو اسمها الكوندنسيشن، تمام؟ بيحكوا لنا انه الاسيتيل جروب اتاتش تو مالونيل جروب، تمام؟ بصير الاسيتيل تروح عند المالونيل. هذا الاشي
شو اللي حفزه؟ بيحكوا لنا كاتالايزد باي 3 كيتو سايل سينثيز، هذا اسم الانزيم اللي احنا برضه كمان بنسميه كوندنسينج انزيم، اللي هو موجود عند الكوندنسينج يونت. تمام، هيو شو اسمه؟ بيحكوا لنا اسمه اللي هو الاسيتو اسايل انزيم برضه كمان. ماشي، بس هذا الاشي يعني بيؤدي لخروج كربوني على عن طريق شو؟ على شكل شو؟ على طريق CO2. فهيو بس هيك هو الموضوع، انه انا كان في عندي شو اسيتيل كو اي دمجته مع مين؟ مع مالونيل كو اي. بس هذا الاشي يتطلب انه انا في عندي هون هاي ذرة كربون ثانية ثالثة، انا لازم اقيم وحدة عشان هذا الاشي يزبط، فبطلعها على شكل شو؟ CO2. وهيك بزبط انه المالونيل يرتبط مع الاسيتيل بعد ما شو؟ بعد ما قيمنا هون CO2، فانا قيمت ذرة كربون اساسا منه. تمام، بس وهذا هو خطوة الكوندنسيشن. فيعني المحصلة هون انه انا صار في عندي ريدكشن يونت، بدل ما كان بس في عندي مالونيل صار في عندي 4 ذرات كربون، تنتين من الاسيتيل وتنتين من المالونيل. طيب حلو، خلص هيك خلصنا. نرجع نضيف عليهم كمان ذرتين؟ لا 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 لا، في هون عند هدول الاربعة بدنا شو؟ بدنا احنا شوي نشتغل عليهم، نعمل عليهم كم من شغلة، بعدين نرجع بنضيف عليهم. فهمت كيف؟ فانا ما بدي اضيف عليهم هلا اشي، بدي امسكهم هيك شوي اعدل عليهم كم من شغله، شوي اضبطهم، بعدين برجع بزيد عليهم. فهمتوا كيف؟ فانا هدول الاربعه شو ممكن انا اعمل لهم؟ ممكن اعمل لهم اكثر من شغله. اول شغله من هدول الشغلات انا راح اعمل لهم ريدكشن. كيف يعني راح اعمل ريدكشن؟ يعني راح شو اختزلهم. شو يعني راح اختزلهم؟ يعني راح اضيف عليهم شو؟ ذرة هيدروجين. طيب حلو، هذا أول إشي. طيب بعدين شو ممكن أنا أعمل عليهم؟ ممكن أعمل عليهم dehydration. شو يعني dehydration؟ يعني اللي هو إني أسحب H2O. فأنا هون اللي هو المي، فهون أنا راح أسحب شو؟ H2O من هذا المركب. طيب بعدين بكل بساطة رح أرجع مرة تانية شو أعمل ريدكشن. شو يعني إني رح أرجع أعمل ريدكشن؟ يعني إني أنا رح أرجع أضيف ذرة هيدروجين. فهمتوا كيف؟ فأنا أول إشي دمجتهم مع بعض صاروا 4 ذرات كربون، بعدين شو بعمل؟ بعدين بعمل ريدكشن يعني اختزال، يعني رح أضيف هيدروجين عليهم، بعدين بعمل ديهايدريشن يعني رح أسحب مي منهم H2O، بعدين برجع بعمل مرة تانية ريدكشن وبضيف ال H بلس. تمام؟ فبس هي هاي الموضوع، شفتوا ما أسهلها؟ هلأ هون بعدين هي هيك شو؟ بعدين هي رح تصفي، رح تضلها بالأخير 4 ذرات كربون المصفوفات جنب بعض. مايهم يعني هم كانوا 4 وطلعوا 4 برضه كمان، بس اللهم أني شوي هيك عدلت عليهم بس مش أكتر. فهمتوا كيف؟ فتعالوا نقرأ هاد الحكي مع بعض. هلأ إحنا بعد ما عملنا شو؟ بعد ما عملنا ال condensation هيو خلصنا خلص، تعالوا نشوف شو بعد ما دمجناهم. يعني اول اشي بنعملهم ريدكشن. شو يعني ريدكشن؟ يعني راح اضيف لهم هيدروجين. تمام، هلا هذا الاشي بيتم عن طريق مين؟ عن طريق الناد بي اتش. ليش؟ لاني انا باخذ الاتش اللي على الناد بي، هيا باخذ الاتش ولمين بعطيها؟ بعطيها لهذا شو اسمه المركب اللي انا طلع معاي. فهيك شو؟ فهيك خلص بكون انا اخذت الاتش وبقدر من خلالها اعمل اختزال واعطيها للمركب اللي عندي. تمام، فبحكون انه الاسيتا اللي هي الاسيتو اسايل اي سي بي. مين هو الاسيتو اسايل اي سي بي؟ هو هاد، هيو هاد. شايفين هذا؟ قبل ما انا اعمل عليه اي زي ما تحكوا تعديل، شو كان اسمه؟ هيو اللي هو الاسيتو اسايل اي سي بي. فهذا انا هون هيك اسمه اسيتو اسايل اي سي بي. هذا انا ريديوست يعني رح يتم اختزاله عن طريق الناد بي اتش. ماشي، باخذ الاتش اللي هون وبعطيها لهذا. فهمتوا كيف؟ اوكي، هلا شو اسم الانزيم؟ اسم الانزيم بيتا كيتو اسايل ريدكتيز. تمام، اوكي. وبهذا الموضوع يعني لما انا اعمل ريدكشن واضيف اتش للاسيتيل اللي هي الاسيتو الاسيتو اسيتايل اي سي بي، لما اضيف الاتش شو راح يصير اسمها؟ راح يصير اسمها هيها البيتا، هيها بيتا هيدروكسي فاتي اسيل اي سي بي. فهمتوا كيف؟ فانا لما عملت ريدكشن يعني لما ضفت الاتش بلس، خلينا نشوفها من الصوره، شو كان اسم المركب؟ كان اسمه الاسيتو اسايل اي سي بي. تمام، شو اسم الانزيم؟ كيتو اسايل ريدكتيز. طيب بعدين شو صار اسم المركب؟ صار اسم المركب البيتا هيدروكسي
هيها اللي فوق البيتا هيدروكسي فاتي اسيل اي سي بي، فهمتوا كيف؟ فهي هاي بس، هذه هي خطوة شو الريدكشن اللي انا شو ضفت، بس ضفت اتش بلس. تمام حلو. الخطوة اللي بعدها زي ما حكينا شو هي، هي الدي هايدريشن اللي هي شو سحب الووتر، سحب اتش 2 او. تمام، فبيحكوا لنا باي دي هايدريت، ماشي يعني بي ثواني، باي دي هايدريتيز هذا اسم الانزيم، ماشي هيو دي هايدريتيز هو اللي راح يقوم بهاي العملية، ماشي. فطبعا لما يسحب مي، انا في كان عندي هون شو ساتوريتد، يعني كان ما في روابط ثنائيه، بس لما اسحب المي راح يصير في عندي شو روابط ثنائيه. فبس هلا هون الاسم الانزيم زي ما حكينا دي هايدريتيز. طب شو اسم المركب قبل كان هي اللي هو البيتا هايدروكسي، هي نفس اللي هو فوق، اللي هو شوفوا هو له اسم بالسلايدات غير عن اسمه بالصورة، اسمه بالسلايدات اللي هو البيتا هيدروكسي فاتي اسايل اي سي بي، بس اسمه بالصورة الدكتور حاطه بيتا هيدروكسي بيوتي رول اي سي بي، نفس الشيء، فهمتوا كيف؟ يعني عادي هذا هو نفسه هذا، فهمتوا كيف؟ طيب فهو نفسه هون بيحكوا لنا عنه انه هو البيتا هيدروكسي بيوتيرايل اي سي بي، لما احط له الدي هايدريتيز راح يسحب منه مي، فبتصير عنده شو هون رابطة ثنائية. تمام، عشان هيك بحكوا لنا انه هذا الاونايل اي سي بي، ماشي، اللي هو شو اللي هو المركب اللي نتج عندي له اسم تاني اللي هو الالفا بيتا ان ساتوريتد اسايل اي سي بي، فهمتوا كيف؟ يعني انه هو صار ان ساتوريتد. شو يعني ان ساتوريتد؟ يعني في عندي شو هون رابطه ثنائيه، فهمتوا كيف؟ فانا اول اشي شو عملت ريدكشن، يعني شو يعني ضفت هيدروجينه، هي ضفت هيدروجينه. طيب بعدين بكل بساطة أنا عملت دي هايدريشن، سحبت مي، فصار في عندي رابطة شو ثنائية، ماشي، عن طريق الإنزيم اللي إحنا شو بنسميه الدي هايدريتز، وهيك تحول عندي البيتا هايدروكسي بيوتيرايل أي سي بي لشو لإنايل أي سي بي. طيب حلو، هلا هيك إحنا شو عملنا؟ بنكون عملنا ريدكشن وبنكون عملنا دي هايدريشن. بعدين شو بنعمل؟ زي ما حكينا بنعمل الريدكشن مرة تانية، هي بيحكوا لنا ستيب 6 اللي هي السكند ريدكشن، يعني بدي اعمل ريدكشن مرة تانية، بدي ارجع اضيف ذرة هيدروجين مرة تانية. فهذا الانايل اي سي بي اللي هو من وين اجا؟ اجا من الخطوة اللي قبل، مش الخطوة 5 اللي هي الدي هيدروجين نتج معاي انايل اي سي بي، بمسكه وبدخله على خطوة 6 اللي هي شو انه انا يصير في عندي هاي الانايل اي سي بي، يعني بصير له شو هاي ريديوس، يعني رح يصير له ريدكشن، يعني رح يصير له اختزال. شو اسم الانزيم اللي بيعمل هاي العمليه؟ اسمه الانايل ريدكتيز. تمام، عن طريق اني انا رح استغل شو ناد بي اتش تانية، واسم المركب النهائي رح يكون بالاخير شو البيوتي رول اي سي بي، البيوتي رول اي سي بي. تمام، فهي هيك شفتوا الموضوع جدا سهل جدا ممتع. اول شيء كان في عندي الاسيتو اسيتايل اي سي بي، ماشي، عملت له ريدكشن، شو صار اسمه؟ بيتا هيدروكسي بيوتيريل اي سي بي. بعدين هذا لما عمل له دي هايدريشن عن طريق الدي هايدريتيز بصير اسمه الانويل اي سي بي. بعدين هذا الانويل اي سي بي لما ارجع اعمل له ريدكشن مره ثانيه وارجع اضيف عليه هيدروجين مره ثانيه، شو بصير اسمه؟ البيوتيرول اي سي بي. تمام، يعني اللي اكتشفناه هلا انه هذا المركب، اوكي ثواني، انه هذا المركب اللي طلع معنا بالاخر هذا، تمام، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه اللي هو، خليني لا اصغر الخط شوي، اوكي، هذا المركب ايش اسمه؟ هذا المركب اسمه هيو اللي هو البيو تي رول اي سي بي. تمام، ما تنسوا هذا المركب اللي طلع معاي بترول اي سي بي، فهمتوا كيف؟ طيب هلا هون انا بقدر اضيف على الاربعه، يعني لما كانوا هون اربعه ما كنت اقدر اضيف عليهم كربونات زياده واطولها واعملها 16 كربونه، لا لا ما بقدر. بس هون لما صارت جاهزه وصارت بيوتيرول اي سي بي بعد ما عملت لها ريدكشن دي هيدريشن وريدكشن كمان مره، هون انا بقدر خلص شو اضيف عليها. فهون هاي البيوتيرول اي سي بي شو هاي رح تمسك حالها. هلا هي هلا هون وين موجوده؟ هي تشوفوا معاي وين موجوده؟ عند الريدكشن يونت، فهمتوا كيف؟ هي رتبتها انه انا في عندي هون بالاخير صار في عندي هاي البيوتيرول اي سي بي وين موجوده؟ وين مكانها؟ عند الريدكشن يونت. هلا هاي البيوتيرايل اي سي بي شو بدها تعمل هلا بحالها؟ رح تمسك حالها وتطلع فوق، وين؟ عند الكوندنسينج يونت. حلو، تمام، معناها
انا هيك خليني بس اعدل على الرسمه انه هاي البيوترايد الاي سي بي، بدي امحي خلص اسمها. انتوا عارفوا انها هاي البيوترايد الاي سي بي شو مسكت حالها وين طلعت؟ اربعه، طبعا اربعه هم اربع ذرات كربون، شو طلعوا فوق وين؟ عند الكوندنسنج يونت. حلو. طيب هلا هون بدنا احنا نطولها هلا، فشو بنعمل عند الريدكشن يونت؟ بنمسك حالنا وبنحط هون، شو بنحط هون؟ اللي هي الملونايل مره ثانيه، تمام؟ اللي هو عبارة عن شو؟ اللي هو عبارة عن ثلاثة كربون. وبرضه بنعمل نفس العملية، انه بنقيم كربونة، فبصيروا قديش؟ بصيروا تنتين، وهيك هاي تتشجع تنزل عند اللي تحتيها، تمام؟ فبصيروا قديش؟ بس اللي فوق تنزل عند اللي تحت، قديش بصير مجموعهم؟ اللي فوق أربعة واللي تحت تنتين، بصير ستة، تمام؟ وهدول الستة بنرجع بنعمل لهم نفس العمليات، بنرجع بنعمل لهم ريدكشن، بعدين شو؟ dehydration، بعدين reduction، بعدين الستة بيرجعوا بيطلعوا وين؟ عند الكوندنسينج يونت. بعدين بنرجع بنحط مرة تانية شو؟ اللي هي المالونايل مرة تانية، بعدين بنقيم المالونايل ذرة كربون وشو؟ وبتنزل، مش الستة طلعوا فوق، بنزلوا عند المالونايل التنتين اللي تحت، بنزلوا عندهم، قديش بصيروا؟ بصيروا تمانية، والتمانية هدول برجع بعمل لهم reduction و dehydration و reduction وشو؟ برجع بطلعوا فوق. وهكذا، فهمتوا كيف؟ فأنا عبل ما بالأخير شو أوصل لعند 16، خلص هيك بعتبر حالي إني أنا غالبا شو خلص بوقف عند هون. هلا مرات ممكن يزيد، مرات ممكن ينقص، أوكي، بس هو بالعادة شو بوقف عند 16، فهمتوا كيف؟ فهذا هو اللي بحكولنا إياه هون، إنه شو cycling of reaction، يعني إنه الرياكشن بتضلها شو؟ بتضلها تعيد حالها حتى الكربون، يعني سلسلة الكربون تطول كتير، تمام؟ فبحكولنا إنه هاي البيوترايل جروب اللي هي الأربع كربونات رح تنتقل وين؟ عند الأس اتش جروب، اللي وين؟ اللي عند الكوندنسينج انزيم اللي هو فوق، فهمتوا؟ بتطلع فوق. طيب هلأ بحكولنا رح نجيب second المالونايل كو اي، تمام؟ بنجيب نفس ما حكيت لكم بشوي، انه بنجيب مالونايل كو اي وين؟ عند الريدكشن يونت. هذا الاشي شو بروح شو بيرتبط عند الاس اتش جروب اللي وين؟ عند الريدكشن يونت، تمام؟ وبنرجع بنعيد، بعدين شو؟ بعدين اللي هي زي ما تحكوا الاربع ذرات كربون بيروحوا بينزلوا عند المالونايل، فبصيروا قديش عددهم؟ بصير عددهم ستة. بعدين بنرجع بنعيد الستبس كلياتهم، اللي هم شو؟ اللي هم الثالثة اللي هي كانت الكوندنسيشن، الرابعة اللي هي كانت الريدكشن، والخامسة اللي هي كانت الديهايدريشن، والسادسة اللي هي كانت شو؟ الريدكشن. كلهم بنرجع بنعيدهم لكل مركب، يعني كل ما اعمل كوندنسيشن وادمج مركبات مع بعض برجع بعمل لهم ريدكشن، بعدين شو؟ ديهايدريشن، بعدين ريدكشن، فهمتوا كيف؟ تمام. بضلني اعيد هاي العملية كم مرة؟ بنعيدها 7 مرات عبل ما بالاخير يصير في عندي 16 كربونة، ماشي؟ هلا المركب النهائي اللي بيكون فيه 16 كربونة اللي هو هيو البالميتيك اسيد، زي هاد اللي انا في عندي بيكون فيه 16 كربونة، هذا هو يعني زي ما تحكوا المركب النهائي اللي بيطلع معي، تمام؟ فانا اول شيء كان في عندي تنتين من الاسيتايل كو اي وتنتين من المالونايل، بعدين شو؟ بعدين انا بمسكهم بعملهم كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن، بعدين بضيف عليهم كمان تنتين، برجع بعمل كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن شو ريدكشن، صاروا ستة. بعدين بمسكهم بحطهم مع كمان تنتين، هدول الثمانية مع بعض، برجع بعمل لهم كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن شو ريدكشن، هدول صاروا قديش؟ 8، برجع بحط عليهم كمان تنتين، وكمان هدول التنتين برجع بعمل لهم كوندنسيشن اللي هم مع بعض كلهم هيك ال10، بعمل لهم كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن، فهمتوا كيف؟ فانا بضلني هيك هيك عبل ما شو بالاخير يوصل 16. لما يوصل 16 هو البرودكت النهائي عندي اللي هو الفاتي اسيد، اللي انا شو بسميه البالميتيك اسيد. مرات بكون في عندي فاتي اسيد اكبر من البالميك اسيد او اصغر من البالميك اسيد، بس البالميك اسيد هو الاشي زي ما تحكوا الرئيسي او الشيء اللي غالبا بينتج معي هو البالميتيك اسيد. زي ما حكينا المركب النهائي اللي بيطلع معنا اللي هو البالميتيك اسيد، اللي هو نفسه انا مرات شو بسميه البالميت. فانا اذا حكيت بالميتيت او حكيت بالميتيك اسيد هي نفسها، تمام؟ فالبالميتيك اسيد هي نفسها البالميتيت، تمام؟ نفس بعض ولا بيفرق عن بعض شيء، بس تسميه، اوكي؟ تمام. فاخر خطوه بس هي عندي واخر شيء اليوم رح ناخده بهذا البارت اللي هو شو؟ اللي هي ريليز اوف بالميتيك اسيد، اني انا امسكه بعد ما جهزت وصار في عندي 16 كربونه جاهزات، امسكهم وخلاص الله معاهم برا، تمام؟ فهذا هو ستيب 4، انه بالميتيك اسيد از ريليزد، بدنا نطلعه.
هلا شو اسم الانزيم اللي بيمسكه وبيطلعه برا هذا الكومبلكس؟ اسمه الثيو استريز، او مرات احنا شو بنسميه الدي اسيليز، ماشي؟ فالدي اسيليز او الثيو استريز هو هذا الانزيم اللي بيمسك البالبيتيت اللي هو نفسه البالميتيك اسيد، شو بيروح بيطلعه من هذا المالتي انزيم كومبلكس. هلا هاي العملية انه انا بطلعه وين بها بتصير؟ نفس الاورجانز اللي انا بصنعه فيه، تمام؟ يعني مثلا زي ما حكينا احنا شو وينها؟ اوكي انه بالليفر، بالاديبوز تيشو. فبالليفر والاديبوز تيشو هو بالعاده لما انا اطلعه خلص بكون طالع از ا بالميتيك اسيد، يعني بكون 16 كربونه. هلا في عندي بعض الاورجانز، بعض الاعضاء التانيين بالجسم ممكن ما تطلع الفاتي اسيد بالميتيك اسيد، يعني ما تطلعه مثلا بالضبط 16، ممكن مثلا تطلعه 10 كربونات او 12 كربونه. هذا الاشي وين بيصير اكثر شيء؟ بيصير باللاكتيتنج ميمبري جلاند، يعني عند البريست تاع المراه المرضعه. ممكن زي ما تحكوا ايش احكي لكم، انه هناك التصنيع التشين كامل السلسله ما توصل ل 16، ممكن يكون بس 10. هون انا شو بسميه؟ ما بسميه البالميتيك اسيد، لا بسميه السيبريك اسيد. طيب هذا متى؟ اذا كان 10 كربونات. طب اذا كان 12 كربونه بسميه اللوريك اسيد، تمام؟ فهو بالوضع الطبيعي المفروض يطلع البالميتيك اسيد، ماشي؟ بيكون 16 كربونه. شو بسمي يعني شو اسم الاعضاء اللي بصير فيها انه بيطلع 16؟ بالليفر وبالاديبوز تيشو. اما بالممري جلاند اللي هي بالبريست، ماشي؟ فهذا شو بيطلع مرات مش 16، ممكن يطلع 10، هذا انا بسميه سيبريك اسيد، او مرات ممكن يطلعوا 12، هذا انا شو بسميه اللوريك اسيد. اوكي حلو تمام، بس هي هذه انه بالاخير هم لما يصيروا 16 كربونه اللي هو البالميتيك اسيد، هذا شو بنروح احنا بنطلعه. شو اسم الانزيم اللي هو الثيو استريز او الدي اسيليز، تمام؟ بس وهيك بنكون خلص خلصنا تصنيع الفاتي اسيد. شفتوا كتير انه ممتع وحلو، بس بدكم تحفظوا بصراحه اسماء الانزيمات وما تخربطوا فيهم، مباقي جدا سهل. هلا في عنا هذا السؤال كتير جميل بصراحة، ببين قديش انتو فاهمين او مش فاهمين، انه كم اسيتايل كو اي ان رح احتاج، كم ملونايل كو اي ان رح احتاج، كم ناد بي اتش ان رح احتاج. هلا قبل ما تقرأوا تحت انتو لحالكم، كم اسيتايل كو اي انا ممكن احتاج؟ بكل بساطة انا ما احتاجت الا واحدة. ليش؟ لانها هلا الملونايل كو اي هم اللي كانوا يضلهم يجوا ويزيدوا لي على السلسلة، بس انا بلشت بالاول مع اسيتايل كو اي، بعدين شو؟ بعدين صرت لا اللي ينزل عند الريدكشن يونت هو يكون مالونايل كو اي. فانا بحتاج كم اسيتايل كو اي؟ كم وحدة؟ بحتاج وحدة. طيب والمالونايل كو اي بحتاج عدد على عدد السايكل، احنا بنعمل 7 مرات، يعني 7 مرات بنضل نضيف، فانا بحتاج 7 مالونايل كو اي. الناد بي اتش، هلا انا كل سايكل بحتاج 2 ناد بي اتش، فانا في عندي شو؟ 7 سايكل، فعشان هيك انا رح احتاج 17 ناد بي اتش، تمام؟ سؤال جدا جميل، بينم على انك انت فاهم ولا مش فاهم. فهي في عندي هون معادلة تحت بحكوا لنا انه انا بدخل واحدة اسيتايل كو اي، وسبعة مالونايل كو اي، و14 ناد بي اتش. ليه؟ لانه كل الونايل بتحتاج 2 ناد بي اتش، فانا هون عندي 7 مالونايل معناها انا بحتاج 14 ناد بي اتش، تمام؟ اوكي هذا الاشي رح ينتج عنه قديش؟ 1 بالميتات، يعني 1 بالميك اسيد، 7 ذرات كربون. ليش؟ لانه انا المالونايل كو اي لما كان يتحول لمالونايل عشان يرتبط بالمركب اللي عند الكوندنسنج يونت كنا نقيم منه كربوني، صح؟ كان يكونوا 3 كربونات يتحولوا لتنتين، صح؟ هلا الكربون الثالثة وين كانت تروح؟ كانت تخرج على شكل CO2، فهون CO2 بيطلع عندي 7 ذرات كربون، اوكي؟ وطبعا كان في عندي 14 ناد بي اتش، ايش طبيعي رح يتحول كلهم لشو؟ ل 14 ناد بي، تمام؟ بس والكو اي كم كو اي رح يكون عندي البرودكت؟ الاسيتيل كو اي يمنع عنها كو اي، فهي وحده، والمالونيل كو اي بقيم عنها الكو اي تاعها، وانا في عندي 7 مالونيل كو اي انت عنهم الكو اي تاعتهم، فكم كو اي نتج عندي؟ 8، وحده من الاسيتيل كو اي وشو اسمه وشو اسمهم 7 مالونيل كو اي، تمام؟ طيب كم ذرة مي رح تطلع معي؟ هلا مش انا في عندي خطوة الديهايدريشن اللي هي اني انا انزع المي، هلا انا كم مرة بعمل عملية الريدكشن؟ بعملها 7 مرات. طب ليش نتج عندي 6 H2O؟ لانه بكل بساطة الاخير
أخذها معه صح؟ فالمهم إنه إحنا شو إنه إحنا هيك بنكون خلاص خلصنا عملية تصنيع الفاتي أسيد. إن شاء الله بس هيك ضايل علينا يعني إيش كتير قليل، صفحة صفحتين ثلاثة، إن شاء الله رح أخليكم إياهم لبارت تاني. بعد ما تكونوا انتوا خلص فهمتوا هاي ودرستوها، احضروا البارت التاني رح يكون كتير قصير هيك، بس عشان ترتيب الأفكار رح أشرح لكم إياه ببارت تاني. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.